المزيد ينضم إلينا من شمال شرقي سوريا مراسلنا هجار السيد. هجار، وضع إنساني متردي بالطبع، إذا لم يتم تحقيق هذه الآلية مرة أخرى والاتفاق عليها، كيف سيكون الوضع، خصوصا ونحن نرى أيضا قرعا لطبول الحرب؟ نعم، سيكون هناك كارثة إنسانية، سيحرم نحو مليوني نسمة من المساعدات المباشرة، أي السلل الغذائية، وأيضا يحرم نحو مليوني نسمة من مياه النظيفة، أي مياه الشرب، وأيضا خروج القطاع الصحي في تلك المناطق شمال وغربي سوريا خارج الخدمة، أي إغلاق نحو 80% من المشافي في تلك المناطق خارج الخدمة، بحسب المنظمات الدولية العاملة هناك بأن هذه المنظمات تستطيع العمل لمدة شهر واحد فقط من إغلاق معبر باب الهوى في تلك المنطقة. نستطيع القول بأن المنطقة ستواجه كارثة إنسانية ومجاعة إنسانية في تلك المناطق. تناشد المنظمات الدولية المجتمع الدولي بالضغط على روسيا، وتجد بأن هناك بدائل للفيتو الروسي. أولا هو وصول المساعدات الإنسانية من المانحين، من الدول المانحة مباشرة إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مناطق شمال وغربي سوريا، وتوصيلها باليد إلى تلك الجمعيات المحلية، ولكن يجدون بأن سوف يكون هناك هدر كبير للمواد وأيضا للمانحين في تلك المنطقة. أما الخيار الثاني الذي ناشدت فيه المنظمات الدولية هو تحويل التصويت من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفادي الفيتو الروسي على توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال وغربي سوريا. دائما هناك اتهامات ما بين الإدارة الذاتية وأيضا النظام السوري وأيضا المعارضة بأنهم يقومون بسرقة مخصصات تلك المناطق، لذلك يجد المعارضة بأن الحل الأمثل هو وصول المساعدات الإنسانية إلى عن طريق معبر باب الهوى دون الرجوع إلى حكومة دمشق. الوضع الإنساني بشكل عام مزري جدا في تلك المناطق، وأيضا هنا في مناطق شمال وشرقي سوريا ناشدت الإدارة الذاتية أكثر من مرة بفتح المعابر الإنسانية، لأنه يوجد نحو مليوني ونصف مليون هنا في مناطق شمال شرقي سوريا يعيشون في المخيمات، هناك عشرات المخيمات وأيضا يعيشون تحت خط الفقر. نستطيع القول بأن القطاع الصحي سوف يتدهور بشكل كامل هناك في مناطق شمال وغربي سوريا وأيضا في شمال وشرقي سوريا، وأيضا سيحرم نحو مليونين ونصف مليونين من المساعدات الإنسانية المباشرة، أي السلل الغذائية. نعم، من شمال شرقي سوريا مراسلنا هجار السيد، شكرا لك.